هلت عروض موسم الخير، عروض الشهر الفضيل في جميع فروع رامز من اليوم ولغاية 27/3/2022، رأس الخيمة، عجمان والشارجة، وأيضا في أبوظبي في الشهامة، وإلحق ما تلحق على كل سفرة في رمضان تلقى بيمتو. اليوم في رامز عرض رهيب جدا، كل شخص له 3 حبات عشان يكفي الكل من تاريخ 24 لغاية 26/3 ب 98 وشامل الضريبة. أرخص سعر في السوق تانك، كل شخص لحبتين عشان يكفي الكل، والسعر كم؟ 31.95 فلس. ريمبو معروف ما يبغي دعاية، بس الدعاية 12 حبة ب 23.95، أيضا أرخص سعر في السوق. عجيب والله عجيب، لقمة القاضي أو الجيمات كرتونين مع بعض من 10 دراهم، 5.95 فلس. عجيب والله عجيب، جلي أيضا 6 حبات من 14.98 وشامل الضريبة. أيضا عجيب، بس كريم كراميل 6 حبات 7.95 وشامل الضريبة. الأصلي للعلم كريم كراميل الأصلي 12 حبة وأرخص سعر في السوق 19.95 وشامل الضريبة في جميع فروع رامز، بوظبي، رأس الخيمة، عجمان، وأيضا في الشارجة. قمر الدين السعر كم؟ 5.95 وشامل الضريبة. أحلى بلاليط بعد التراويح، ولما يكون بلاليط الإمارات يكون غير المكرونة والبلاليط، كل 4 حبات والسباجيتي ب 98 وشامل الضريبة. كل أنواع العيش اللي تبغيه موجود في رامز في جميع الفروع، أقوى عرض مع أقوى عيش، سنارة وجولد للعلم 5 كيلو، أقوى سعر في السوق 22.95 فلس لغاية 27/3. 5 كيلو سكر صفا وسعر قوي جدا من 16.95 فلس، ممتاز الحبة الطويلة وسعر ممتاز. شوف السعر من 38.27 ونص وشامل الضريبة. الزيوت تعال شوف، تعال في رامز التوفير الصح، لتر ونص ولتر ونص، حبتين سعر كم؟ 25.95. زيت سيرين لتر ونص من 16.11.95 فلس. نوعين جبناك، في ازرق وفي اصفر الذهبي، كل نص كيلو حبتين، كل واحده نص كيلو ب 17.95 فلس. في رامز كل شيء تدور عليه تلقاه. هذه انواع واشكال البطاط، العرض على بطاط العين كيلوين ونص من 16.99 فلس. رمضان عجينه سمبوسه جاهزه 50 سمبوسه 4.95 دراهم. حق افطار صايم 24 حبه مياه دبي للعلم، ها 4.95 فلس وشامل الضريبه. كويكر شوفان كل واحد نص كيلو حبتين مع بعض من 15.98 فلس. من الخضار والفواكه في رامز طبعا شيء خطير مع ملح وليمون بصل ابيض، خطير جدا، الكيلو درهم و95. تعال شوف هني البطاط المصري مره مع التراب ب درهم و95 وايضا شامل الضريبه. التوفير الحقيقي في جميع فروع رامز، كيس بصل تقريبا 3 كيلو ب 3.95 فلس وشامل الضريبه. تبغي توفر تعال شوف الجزر العماني ب2.95 وشامل الضريبه. صدق او لا تصدق في جميع فروع رامز، شوف كيف حمراء وشوف كيف حمراء وشوف كم السعر، بس الكيلو 99 فلس وشامل الضريبه. عندنا كيلو الكيوي ب3.95 فلس بس. برتقال فالنسيا الكيلو 2.45 فلس بس. والكمثرى تخيل السعر 3.95 فلس وشامل الضريبه. هذا سكر طبيعي اورجانيك ما عليه عرض بس اخبركم عنه في رامز. وهذا السمسم 13.99. بهارات للحم حق العيد من هني موجوده 21.99. وبهارات عربيه حق الطبخ كله صالون وغير، عدس ابيض 5.95، والعدس الاصفر الدال المعروف 4.99 وشامل الضريبه. وكل عام وانتم بخير. بيت ليس فيه تمر جياع اهله. التمر رخيص، عندنا العجوه 18.95، عندنا الصقعي 17.95، وعندنا السكري كن رطب 10.95 والحق ما تلحق عليه. مكسرات رامز خطيره جدا، عندهم عرض على الكاجو الني، الني للعلم من 45.36.95، اللوز الامريكي 26.95، وعندنا الفستق ما شاء الله من 55 ب 42 درهم بس. حصريا في رامز مول في الشارجه توها واصله لبنه تركيه نص كيلو تقريبا ب 98.95 فلس. جبنه عكاوي حلوه 17.95، جبنه نابلسيه تخيل كل الانواع 19.95، مربى مشكل 12.95 للكيلو،
واللبن السورية 13.95 فلس، وعندنا القشطة 14.95 من أصل 31 درهم. المرتدلة النخبة اسم على مسمى، والسعر 17.95 لكل الأنواع هذه. أنواع الزيتون متوفر في رامز، عندنا العرض على شرايح الزيتون حق البيتزا 15.95 وشامل الضريبة. زيت الزيتون السوري هذه التنكة 17 لتر وأقوى سعر من 500 درهم ب 390 وشامل الضريبة. في جميع فروع رامز لغاية 27/3 أنواع اللحوم، عندنا لحم البقر الباكستاني بدون عظم من 32.26 ل 95، لحم الخروف الأسترالي 39، اللحم خروف الإثيوبي الكيلو 29.95 أقوى سعر، والمفروم البرازيلي 23.95، هذا بقر برازيلي للعلم. في جميع فروع رامز عندنا الشعري، شوف ما شاء الله الحبة ايش كبرها، الكيلو من 22.13.95، حبة الربيان شوف كبيرة ما شاء الله من 32.23.95، وكل أنواع الأسماك متوفرة في جميع الفروع عشان يكفي الكل، كل شخص لحبتين، لأن السعر ما شاء الله 3 أيام بس لغاية 26/3 ب 16.95 فلس. صابون الكوزي كيلوين ونص وكيلوين ونص، يعني 5 كيلو من 32 ب 26.95 فلس. فيري كل حبتين مع بعض من 18.95، وعندنا كومفورت الأزرق والوردي تقريبا 3 لتر ب 13.95 وشامل الضريبة. كلينكس 3 دي 5 باكيتات من 10 96 فلس. قسم الحفاضات فاين بيبي الحجم الكبير للعلم، جميع القياسات، السعر موحد 36.95 فلس وشامل الضريبة. قسم الإلكترونيات في رامز ما شاء الله أنواع وأشكال إلكترونيات وايد، عندهم خصومات لو تدخلون على التطبيق وعندهم توصيل، هذا التطبيق اسمه رامز أونلاين. عندنا على سبيل المثال هذا البويلر ب 29 درهم بس. من العروض أيضا عندنا على هذا الخلاط ضمان سنة عليه، خلاطين صغار والكبير 79.95 بس. تبغي خلاطين صغار، واحد صغير واحد كبير، وسعر رخيص هذا وضمان سنة عليه 55 درهم بس. قسم الأفران ما شاء الله أي فرن أي حجم تبغونه موجود، هذا حجم ممتاز جدا للعائلة وسعره من 255 220 درهم بس في رامز بدون عروض، كل شيء رخيص، هذا ما عليه عرض للعلم، بدرهمين ونص جيك ها حق الكيك 5 دراهم، تعال شوف شو عندنا جيك ب 9 دراهم، 6 كواب قلاصات للعصير رمضان كريم مكتوب عليه ب 5 دراهم، خليك متابع طقم 6 مع الجيك 9.95، اي شيء اصفر معناته خصم قوي. شوفوا هذه الدله ما شاء الله 3 لتر 41 درهم، ارجع لي ورا، هذه كل ثنتين داخل، ثنتين كل حبتين مع بعض 10 دراهم، وشوف هناك شوف هناك حق العصير هاي تنضغط شبه الطريقة 4 لتر ب 12 درهم، كل شيء رخيص في رامز. شاي ب 5 دراهم 3 قلاصات للعصير، للشاي 3، للقهوة 6، 3 للعصير، كل مجموعة ب 5 دراهم بس. الحلو حق رمضان سعره من 32.26 وهذا ب 21، وعندنا هذا الضخم 23 درهم بس. استعدادا للشهر الفضيل انواع واحجام الحرارات اللي على كيف كيفكم، اسعار رامز ما عليها كلام، على سبيل المثال هذه الفخمه تخيل سعرها ب 21 درهم بس. مها مسك مع قسم الادوات المنزليه عندنا هذا الطقم الجرانيت 8 قطع، السعر من 245 ب 199 وشامل الضريبه، وكل عام وانتم بخير. قسم السجاد في رامز ما شاء الله اسعارهم للعلم رخيصه دائما، وفوق الرخص في ايضا خصم 25% على اغلب السجاد لغايه 27/3، على سبيل المثال هذه مترين ونص في مترين، تخيل سعرها كم؟ 115 درهم بس. في جميع فروع رامز احنا مع غنى طبعا، كل الفروع خصومات رهيبه لغايه 27/3، قولي الحق ما تلحق الحق ما تلحق الحق ما تلحق.